أوقاتها والمواسم أسباباً لتحبب العباد لربهم جل وعلا. وإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بأمة محمد الضعيفة في أبدانها والقصيرة في أعمارها أن جعل الله عز وجل لها هذه المواسم التي تنشط فيها قوتهم وهممهم، ويضاعف الله عز وجل لهم فيها الأجور على الأعمال الصالحة التي يكون عملها في غيرها من الأيام أجرها دون ذلك. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ورأفته سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فنحن أقل الناس أعمالا وأكثرهم أجرا يوم القيامة. وإن من المواسم الفاضلة والأوقات الشريفة ما نعيشه في هذه الأيام، وخصوصا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. فقد جمع الله عز وجل في هذا اليوم من الفضائل الشيء الكثير، فقد اجتمعت فيه فضائل 3 أيام في السنة. فهو أولا يوم من شهر عظيم، وهو شهر ذي الحجة، وقد ذكر الله هذا الشهر في كتابه على صفة المدح والثناء، فقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. وهذه 4 الحرم هي 3 أشهر متتابعة: شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وشهر رجب. فوسط 3 المتتابعة هو شهر ذي الحجة، وقد قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم فيهن بالشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الشرك، ولا تظلموا أنفسكم فيهن بعمل المعاصي، والمعاصي درجات، فأشدها الكبائر الموبقات ثم ما دونها إلى اللمم. ولا تظلموا أنفسكم بترك الطاعات، سواء كانت طاعات واجبة أو طاعات مندوبة. فالذي يفوت على نفسه هذه المواسم الفاضلة يكون قد ظلم نفسه بحسب نوع الظلم، إما شدة أو ضعفا. ولذلك تمثل بعض الصالحين من لم يحسن العمل في هذا اليوم بقوله: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتبار. هذا اليوم العظيم يوم عرفة فيه فضل آخر إضافة على كونه في الأشهر الحرم، فإنه في يوم في 10 أيام عظام أقسم الله عز وجل بها، فقال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر هي 10 الأول من شهر ذي الحجة، وسماها الله عز وجل ليالي لكي تشمل النهار مع الليل، لأنه من المتقرر عند علماء اللغة ويذكره الفقهاء في كتبهم أن الليل والنهار إذا أطلقا فإنهما يشملان الليل أن الليل والنهار إذا أطلقا فإنهما يشملان النهار والليل معا، وإذا اجتمعا افترقا، فدل كل لفظ منهما على معنى مختلف عن صاحبه. فالله عز وجل حينما قال وليال عشر ليبين لنا أن الفضل في هذه الأيام شاملا الليل والنهار معا. وإن كان من أهل العلم من يرى أن نهار هذه الأيام أفضل من ليلها، والعلم عند الله عز وجل. والشرف الثالث لهذا اليوم هو كونه يوم عرفة، ولذلك ذكر الله عز وجل هذا اليوم وأقسم به في كتابه فقال: وشاهد ومشهود. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. إذن فهذا اليوم الذي نحن فيه أقسم الله به في موضعين في كتابه: وشاهد ومشهود، وفي قوله: والفجر وليال عشر. وذكره على سبيل التعظيم في عد هذا الشهر بأنه من الأشهر الحرم التي نهي عن الظلم فيها. وذكر الله عز وجل لهذه الأيام لهذا اليوم يدل على شرفه وفضله، حتى قال جمع من أهل العلم كمسروق وغيره: إن أفضل أيام السنة كلها هي أيام العشر من ذي الحجة. ثم اختلف أي الأيام العشر أفضل، أهو 9 أم 10؟ وفي المسند:
أن اليوم العاشر منه وهو يوم العيد أفضل أيام السنة كلها، وعلى ذلك فيوم عرفة هو ثاني أفضل أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقد سمى الله عز وجل هذا اليوم بأسماء متعددة في كتابه، فتعدد أسماء هذا اليوم يدل على عظمته وشرفه. وتسمية الله عز وجل لهذا اليوم بأنه المشهود، أي أنه مشهود بالأعمال ومشهود بالمغفرة من الله عز وجل، ولذا كان هذا اليوم يوما مشهودا عند المسلمين. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر ويوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فأهل الإسلام يجتمعون فيه ويذكرون الله عز وجل ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى، فهو مشهود بفرحهم بهذه الأيام العظيمة. هذا اليوم العظيم يوم يباهي الله عز وجل فيه أهل السماء بأهل الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح من حديث عائشة قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الله أكبر. فدل ذلك على فضل هذا اليوم العظيم، ولذلك فإن هذا اليوم حق لكل مسلم أن يفرح به وأن يستبشر بقدومه. في الصحيح من حديث طارق بن شهاب أن اليهود قالت لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حين نزلت وأين نزلت وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. نزلت يوم عرفة، وأنا والله بعرفة كان، ثم قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك فإن هذا اليوم يوم عظيم. وإن مما تقرر عند علماء الملة والشريعة أن فضل الأيام لا يدل على مطلق فضل الأعمال، فإن الأيام الصالحة الأيام الفاضلة عند الله عز وجل لا يعمل فيها جميع الأعمال، وإنما يعمل فيها ويستحب فيها ما ورد. ويوم عرفة اجتمع فيها أمران: فضل جميع الأعمال وأفضال خاصة بها. فأما الأعمال الواردة في هذا اليوم هو مطلق العمل الصالح، فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل، قوله العمل هذا مفرد محلى بأل أو معرف بأل الجنس، مما يدل على أنه عام في جميع الأعمال. فكل الأعمال فاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، والتي منها يوم عرفة، فالصيام والقيام والعبادة وسائر الطاعات مشروعة في هذا اليوم، بيد أن يوم عرفة اختص بفضائل خاصة تزيد على غيره من الأيام. فمن الأمور والعبادات التي تشرع في هذا اليوم العبادة التي لا توجد في غيره من الأيام، وهو الوقوف بعرفة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. وقال: من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. فدل على أن الوقوف بهذا المشعر العظيم وهو عرفة لا يصح إلا في هذا اليوم والليلة التي تليه، وهذه من أعظم القربات. وهنيئا في هذا اليوم من أنعم الله عز وجل عليه بالحج، فإن من أعظم النعم التي ينعمها الله عز وجل على العبد أن ينعم عليه بتيسير الحج له وتيسيره له. من العبادات الخاصة التي تفعل في هذا اليوم وهو الصيام، فإن صوم يوم عرفة من العبادات التي يحبها الله. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا الحديث يدلنا على أن صيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. وفضل الله واسع،
أن نكفر به الصغائر والكبائر، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به فليظن عبده به ما شاء. وثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصومون 10 ذي الحجة كلها ومنها عرفة، فقد جاء عند ابن جرير أن الحر بن الصياح قال: جاورت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكان يصوم جاورت مع عبد الله بن عمر 10 سنين فكان يصوم 10 ذي الحجة، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون 10، ومنها على سبيل الخصوص والتأكيد يوم عرفة. من العبادات المشروعة في هذا اليوم العظيم العبادة الدعاء، فإن الدعاء مندوب إليه في هذا اليوم على سبيل التأكيد. وقد جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي لفظ في الموطأ وغيره: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فهذا يدلنا على أن الدعاء في يوم عرفة، وهو دعاء الطلب والسؤال، من أفضل ما يفعل في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع أضحى لله عز وجل ومد يديه وأطال في الدعاء والرجاء والإنابة له سبحانه وتعالى. فالدعاء في هذا اليوم فاضل، حتى إن من أهل العلم من فضله على الصيام. لذلك جاء قتادة عن قتادة أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال: لا بأس إذا لم يضعف عن الدعاء، بشرط أن لا يقصر في الأفضل وهو الدعاء. فالدعاء متأكد في هذا اليوم، وقلت لكم أن قتادة قدمه على الصيام لمن لم يستطع الجمع بينهما. من العبادات الفاضلة في هذا اليوم على سبيل الخصوص ذكر الله عز وجل والثناء عليه واستغفاره والتهليل. وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقوله خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله يدلنا على أن هذا التهليل هو من أفضل الأذكار التي تقال في هذا اليوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في لفظ عند أحمد من نفس الطريق، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر التهليل السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خير ما قاله هو والنبيون قبله، وهم أفضل الخلق وأعلمهم بالله وبشرعه. وكان أكثر ما يقوله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة هذا الدعاء. وهذا يدلنا على شرف هذه الذكر العظيم، وأن الله عز وجل محب له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكثرا منه. والتهليل الذي جاء في يوم عرفة له صيغ متعددة، فجاء في بعض الصيغ كما في الموطأ أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقط. وجاء في الترمذي زيادة فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في المسند زيادة أخرى وهي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكل هذه الصيغ جائزة، وهو من باب اختلاف التنوع. ولذلك تقرر عند أهل العلم أن الحديث إذا روي بأكثر من طريق فكلها مشروعة، وهذا من فضل الله عز وجل على العبد. ومن النكت المتعلقة بذلك أن بعض أهل العلم سأل سفيان بن عيينة عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه وكان دعاؤه ودعاء الأنبياء قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما كان ذلك وهو ذكر وليس فيه دعاء طلب؟ فأجابه سفيان بن عيينة بأن هذا
أو أجابه سفيان بأن قال: ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: إذا شغل عبدي ثنائي عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ويقصد بذلك ما روى النسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فالانشغال بذكر الله عز وجل مع الدعاء والطلب في هذا اليوم من أعظم ما يحبه الله عز وجل. ومما ورد من الذكر في هذا اليوم ما جاء في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء في عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كما نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح، وغير ذلك من الأدعية والأذكار. والمقصود أن العبد ينشغل في هذه الأيام بذكر الله عز وجل وبتهليله سبحانه وبدعاء الطلب. من العبادات التي توجد في يوم عرفة وهي خاصة من جهة ومتعدية من جهة الأخرى، وهو التكبير. فإن التكبير في يوم عرفة مستحب، ولكن يوم عرفة فيه خصيصة، حيث اجتمع فيه نوعان من التكبير: التكبير المطلق والتكبير المقيد. إذ التكبير المطلق مشروع من صباح أول أيام العشر ذي الحجة إلى الانتهاء من الخطبة، والتكبير المطلق يكون في كل وقت دبر الصلوات وغيرها، للرجال وللنساء، للحاضر والمسافر، للمصلي ولغيره. وأما التكبير المقيد طبعا، ودليل التكبير المطلق فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ففي البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان إذا دخلت العشر من ذي الحجة وكبر الناس بتكبيرهما، وهذا يدل على فعلهم هذا التكبير وعلى جهرهم به. النوع الثاني من التكبير وهو التكبير المقيد، وهو الذي يكون دبر الصلوات. فإذا انقضت الصلاة وكانت الصلاة صلاة فريضة لا نافلة، وصلاها المرء جماعة، فإنه يكبر التكبير المقيد، فيكبر عقب الصلوات النافلة، عقب صلوات الفريضة إذا صلاها جماعة، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير لمن صلى في جماعة. وهذا قول أحمد وإسحاق وسفيان وغيرهم من علماء الحديث رحمهم الله تعالى. والتكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة، وينتهي بانتهاء أيام التشريق، وهو صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وبناء على ذلك، فإن التكبير المطلق والتكبير المقيد يجتمعان في يوم عرفة في ست صلوات، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الفجر من العيد، تجتمع فيها التكبير المطلق والمقيد، فيكبر في الطرقات وفي البيوت، ويكبر أيضا دبر الصلوات. وهذا التكبير طبعا جاء أيضا في حديث جابر، التكبير المقيد عند الدارقطني، وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن أهل العلم على العمل به، فقد نقل عن جماعة كثيرة من الصحابة وحكاه الإمام أحمد إجماعا. هذا التكبير المطلق والمقيد لا يجتمعان إلا في يوم عرفة، فدلنا على استحباب التكبير في هذا اليوم استحبابا بينا. وصيغة هذا التكبير هو أن يقول المرء: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه أفضل صيغة، واجتمع فيه أمران: الأمر الأول الجمع بين التكبير والتحميد، والتكبير والتهليل، وهذا هو الأفضل خلافا لمن قال أفضل التكبير دون الجمع معه شيء، فإن الحديث صريح فيه وهو حديث جابر وغيره، بل قد جاء أنه فعل جميع الصحابة والتابعين. الأمر الثاني أن المستحب أن يكون التكبير شفعا، أي مرتين لا ثلاثا،
خلافا لمن استحب الثلاث. الثلاث جائز بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هو جائز ووردت به بعض الآثار، لكن الأصح من الآثار والأحاديث أن يكون التكبير شفعا. إذن هذا ما يتعلق بأحكام التكبير المطلق وأحكام التكبير المقيد الذي يستحب في هذا اليوم على سبيل الإجازة. هذا بعض أفضال هذا اليوم العظيم، وهذه الأعمال المشروعة فيه على سبيل التخصيص. ولفضل هذا اليوم فقد أفرد جماعة من أهل العلم الأحاديث الواردة فيه في مصنفات مفردة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرفع البلاء والضر عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرفع هذا البلاء عن الناس أجمعين. وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا وبرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.